كمان معانا خبر الحقيقة يعني يعني مميز، ان معلومات ان ترافيس موتيابا يعني يشهر اسلامه. الحقيقة يمكن كان في يعني تواصل مع وكيل اللاعب ترافيس موتيابا حسن زعلوك، واكد لنا ان يمكن موتيابا كان حريص شويه وابتدى بقاله فتره بيسال كده، لان طبعا الاجواء في مصر والتدين بشكل عام والله في مصر في كل الاديان سواء دين مسلم او الدين مسيحي، فطبعا دايما بيدخل اوضه اللبس بيشوف اللعبة بتصلي، بيشوف دايما حالات صلاه جماعه. فيمكن ده مين اللي كاتب الكلام ده؟ ده شروقه، ده رؤى يمكن كاتب له ويلكم تو اسلام براذر. يعني فكرة ان هو حتى يعني سمى نفسه جمال الدين، يعني هي كلها ليها علاقة ان متابعه مهتم بقاله فترة عن الحالة الروحانية، صلاة الجماعة، اللعيبة الجوية دايما في أوضة اللبس تلاقي دايما بتصلي قبل الماتشات، مواعيد الصلاة بين الشوطين لو عندك الفروض بتأديها. فهو واضح ان هو اهتم بالقصة دي وسأل فيها كتير الحقيقة. يمكن أكد لنا كمان وكيل اللاعب حسن زعلوك، أكد لنا ان اما سأل كتير اكتر واحد فاده في القصة دي وكلم معاه بشكل كبير ويعني بتعمق شويه كان حمزه المسلوسي. فكان يمكن يكونوا عارفين، ممكن اللغه ممكن تكون قريبه، ممكن يكون عارف يتفاهم مع حمزه، لكن في الاخر سال حمزه اسئله كتير وحمزه يمكن قعد يجاوب معاه واسترسل. واكيد طبعا بعض اللاعبين كمان لما بيشوفهم ابتدى يسال، لكن في الاخر الراجل يعني قرر ان هو يعني يعلن او يعني يعتنق او يعني الدين الاسلامي ويشهر اسلامه بشكل عام. حتى هنا حمزه المسلوسي برضه بيقول له ويلكم تو اسلام يا برادر، يعني برادر اخويا. فيعني في طبعا حاله برضو من الحماميه الحقيقه موجوده، ودي من الحاجات يعني اللي كان لازم نقولها. وكمان موضوع اسم جمال ده يعني مش عارف برضو ايه اللي خلاه يسمي الاسم ده، او ايه اللي جات له في دماغه الفكره، ازاي ممكن يكون سال، ممكن يكون حاول يعرف الاسامي اللي ممكن تكون مناسبه ليه، لكن عرفنا انه يمكن يعني ارتاح لاسم جمال الدين ده الاسم الاسلامي بتاعه. فطبعا يعني بنقول له يعني كل التوفيق في الفترة اللي جاية يا جمال، يا جمال، اه جمال، جمال الدين متيابة. ان شاء الله ربنا يكرمك في الفترة اللي جاية ويعني يفرق معاك القصة دي بشكل عام. في التوفيق الفترة اللي جاية.